والراحة. ينفع كده؟ نضيف يا باشا. فيه يا باشا؟ في حد هنا في الحتة مزعلك ولا حاجة؟ محدش يقدر يزعلني. ما أنا برضو بقول كده، أصل اللي زعلك يزعلني. فين دليا رحيم؟ مين؟ دليا مين يا باشا؟ هنلف وندور على بعض بقى ولا إيه؟ المفروض أنا اللي أسأل سيادتك السؤال ده. ماشي يا وحش. فتش لي شقة شقة في الجمالية لحد أما تلاقيها. أمرك يا فندم. تعالى معايا. أنت كويس؟ بنفسك. منورينا بشوات. آخر مرة شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ تكونش سيادتك تقصد أستاذ عزت العلالي بتاع السينما؟ هو بقى له فترة مختفي فعلا. إيه الخفة دي يا رحيم؟ أنا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع أمينة. أمينة. الله يرحمها بقى. أمينة كان معرفها كتير. تلاقيها كانت فعلا تعرف واحد اسمه عزت، بس أنا معرفوش. بلاش أي أثر يا فندم. والله يا اخي اول ما شفتك قلت اكيد مش هيلوح، بس معلش الرجاله عملت شغلها برضه. احمد باشا انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس، وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك احمد باشا انك مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما رجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك. ايه الاخبار يا باشا؟
انا كنت حاسه اني حموت. طب اهدي اهدي، خدي نفسك. الحمد لله الحمد لله، انا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيمسكني، دي اكتر مره اخد فيها في حياتي. حقك عليا داليا. انت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في التليفون؟ ايوه انا كلمت عماد. ليه يا داليا؟ لانه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكله اللي انا فيها. وعماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده ليه وانت في السجن؟ التليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس، ولو سمحت ما تعمليش حاجه تانية غير لما تقولي لي. اديك شفت اللي حصل. حبيبي انا مش عايزه ادخل السجن تاني. ما تخافيش، طول ما انت معايا البوليس مش هيقدر يوصلك. عارفه ليه؟ مفيش حد هيقدر يفهمه أكتر من مجرم قديم ورد سجون زي. يعني ايه مش عارفين توصلوا لها؟ ايه؟